لإذاعة تونس تعيش معك. هناك ورشات وندوات حيكون مشاركين فيها نقول متخصصين من فلسطين، من تونس، من سوريا، حول فلسطين طبعا نتكلم عن فلسطين. لكن برضو من الأهم المرة حبينا أنه إحنا عملنا إذاعة تلفزيون الأعمال المرتبطة التي أنتجت عن القدس، وهذه في أعمال من تونس، من سوريا، من فلسطين موجودة سيتم عرضها ومناقشتها في هذا الجانب، كلها حتكون في هذا اليوم. كذلك بعد الدور حيكون في الجانب الفلكلوري، الدبكة الفلسطينية، الفرقة الفلسطينية حتكون موجودة في إن شاء الله. إن شاء الله الجميع حيستمتعوا بهذه اليوم. فلسطين موجودة في المسابقات؟ أي موجودة في كل المسابقات، فلسطين موجودة. مشاركة من فلسطين بعد تونس هي الأكبر عددا، يعني إن شاء الله هي الأكبر. المشاركة ليس فقط في الأصناف، ولكن كعدد من العدد من القنوات الخاصة الفلسطينية، القنوات الفضائية، القنوات العمومية الفلسطينية، عدد كبير منهم إن شاء الله. فلسطين في القلب دائما.